والد متزوج، لكنه هجر زوجته سنتين ولا يقوم بالإنفاق عليها، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذه أمور حقوقية، حقوق زوجية يرجع فيها إلى القضاة في المحاكم، ولكن من باب الوصية فإن نوصي الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يراعوا حقوقهن عليهم، فإن من حق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها والكسوة والمسكن والعشرة والقسم، كل هذه من الحقوق التي على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم، يعني محبوسات، يجب عليها أن يراعي حق زوجته. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالواجب على الزوج أن يؤدي حقوق زوجته، ومنها النفقة، النفقة الواجبة عليه حسب حالته وحسب ما يليق بها. جزاكم الله خيرا.